موجز الأخبار من حلب اليوم. هيئة مكافحة الجرائم المالية في كوبنهاجن تتهم شركة دنماركية بخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الأسد، وذلك من خلال إمداد الطائرات العسكرية الروسية المنتشرة في الأجواء السورية بالوقود. انفجار مجهول السبب في سيارة قرب جامع عمر في مدينة البابري في حلب الشرقي دون ورود أنباء عن إصابات بحسب ما أفاد به مراسل قناة حلب اليوم. موقع نداء سوريا ينقل عن مصدر خاص في الشرطة العسكرية بأن قيادة الشرطة أصدرت أمراً لعناصرها باستلام 105 ركاب بينهم فتاة مريضة برفقة أخيها محتجزين لدى فرقة الحمزة في منطقة براد البسوطة قرب عفرين شمال حلب واحتجازهم والتحقيق معهم. مراسل حلب اليوم يفيد بدخول قوات النظام صباح اليوم إلى بلدة الكرك الشرقي في ريف درعا برفقة عناصر الفيلق الخامس المدعوم روسيا، وتبدأ بعملية تفتيش بعض المنازل في البلدة. مواطن ألماني يدعى مارتن لوتوين يرفع دعوى على جهاز أمن نظام الأسد بعد أن عاش تجربة الاعتقال في أحد الأفرع الأمنية بدمشق عام 2018 بحسب ما ذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين. ومنظمة اللاجئون شركاء اللبنانية تقول إن 88% من اللاجئين السوريين في لبنان يرغبون بالعودة إلى سوريا، ولكن توجد عوامل عدة تمنعهم من ذلك، يأتي الخوف من الاعتقال وعدم توفر فرص العمل في مقدمتها.